صباح الخير يا هايدي. سعد لي صباحك يا رشا. كيفك؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ دائما نقول الحمد لله ونشكر الله على كل شيء الحمد بحياتنا. لله أكيد. صباح الخير لكم مشاهدي الأخبارية السورية، من وين ما كنتم رافقينا بصباحنا لليوم. بداية نهار حلو لكم وبداية أسبوع إن شاء الله يا رب يحمل لكم كل الخير الصحة والرزق الكريم وجبران الخاطر وتحقيق الأمنيات. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة أكيد ضيوفنا من مجالات مختلفة وجولة ضمن محافظاتنا السورية لنتعرف على آخر الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظات السورية. أكيد رشا بدوري بدي صباح لك المشاهدية الأخبارية السورية، صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بداية نهار جديد وأسبوع جديد، بتمنى يا رب يكون حامل معه كل الخير والصحة وراحة البال، تكونوا دايما بأفضل حال. محطتنا لليوم أكيد عديدة متنوعة وبتهم كل الأسرة السورية، إن كان اجتماعيا أو طبيا أو تربويا. مواضيع كثيرة اليوم رح نتناقشها وتقارير بمحافظتنا السورية، إن شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دايما المعلومات المفيدة. خليكم معنا، نحن رح نطلع فاصل صغير وبنرجع. أول فاصل معنا من حمص، أكيد نصبح على أهالينا بمحافظة حمص وتحية لكل أهالينا بجميع المحافظات السورية. وكالعادة ذاكرة التاريخ وأهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم حنشوفها بحكاية يوم. اليوم 20 تموز، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1953 انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية. بعام 1969 أبولو 11 يحط على سطح القمر. بعام 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قراراً يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأه في الضفة الغربية. ومن الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم، بعام 1864 إريك إكسل كارفولد، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931. وبعام 1919 إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وأول شخص يصل إلى قمة جبل إيفرست في العالم. ومن الوجوه يلي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هاليوم، بعام 1937 غوليلمو ماركوني، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ، خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم. ودايماً فريق الأعداد بيحضر لنا معلومات عديدة ومتنوعة ممكن نعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها سوا. خلونا نتابع ونرجع. هل تعلم عندما ينام الشخص كثيراً بدون سبب فهذا يدل على أنه وحيد ويحتاج لمن يقدره ويهتم به في الحياة بشكل أكبر؟ أما عندما يضحك الشخص كثيراً بدون سبب فهذا دليل على أنه حزين وفاقد للسعادة. وهل تعلم أن الإنسان من الطبيعي أن يمر بوقت لا يستطيع فيه الحديث مع أحد ويفضل البقاء وحيداً دون التواصل حتى مع أقرب الناس إليه؟ وهل تعلم أن أفضل شخص قد تعاشره على الإطلاق هو من يجمع بين الأمرين، الذي تستطيع أن تمزح معه بكل عفوية دون استخدام تام للعقل، وأن تتحدث معه بجدية عن أعمق ما بداخلك دون أي خوف أو قلق؟ وجود هذا الشخص يمثل أقوى آلية للاستقرار النفسي. وهل تعلم أن أكل الشوكولا والنوم يعتبر أكثر طريقة فعالة لحفظ المعلومات مدة طويلة، إذ كلما تناول الإنسان الشوكولا قبل مراجعته للدروس ثم النوم بعد ذلك مباشرة، فهو يعزز الذاكرة أثناء النوم، الأمر الذي يسمح له باسترجاع المعلومات يوم الاختبار بسهولة. وأخيراً، هل تعلم أن البيتزا تجعل الجسم يفرز مادة كيميائية
تسمى الإكسوتيستين، هي نفسها التي تفرز حينما تشعر بالحب، حيث تصنف البيتزا من بين الأكلات الأكثر جلباً للسعادة في الحياة. من حقي أن أقرأ هو شعار ماراثون القراءة الخامس الذي تطلقه جمعية مكتبة الأطفال العمومية بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة بدار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. من حقي أن أقرأ شعار ماراثون القراءة الخامس الذي تطلقه جمعية مكتبة الأطفال العمومية بمشاركة أكثر من 100 طفل وطفلة بدار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. ماراثون القراءة هو انطلاقا من شعار مكتبة الأطفال من حقي أن أقرأ، تأكيد دائما على أهمية الكتاب، أهمية وجوده بحياة أطفالنا، نعود أطفالنا زيارة المكتبة العامة والفوائد الغنية اللي بيحصلوا عليها من مجرد وجودهم بالمكتبة. السنة كان في إقبال للأطفال وما شاء الله عليهم كانوا كتير رائعين، بجننوا في منهم كتير، اللغة عندهم فظيعين والخط يعني لفتني الخط كتير كتير، عندهم خط حلو وعندهم قراءات بيقروا بشكل كتير حلو واضح وعندهم اسلوب بالإلقاء، يعني كانوا بصراحة مميزين الكل. لاحظنا إقبال من الأطفال، لاحظنا شغف بهي الظروف الصعبة، شغف للقراءة، لاحظنا أنه في كل طفل تميز بشيء، ممكن ما بعدد الكتب تميز يا بخطه يا بذكاء وبفهمه في أطفال يعطونا فكرة كتير صعب بهالوقت القصير أنت تاخديها عن القصة، يعني لماحين أذكياء، يعني في منهم ما شاء الله عليهم تميزوا بكل هدول مع بعض. مجرد أنه يدخل على الجو يعرف تفاصيله فهي بداية لقصص تانية، عرفت شلون، لمشاركات تانية وبتعطي ثقة بالنفس أكثر وبتدعمه أكثر، وبشكر كل القائمين على هيدي الأعمال الحلوة اللي بتنمي قصص كتير عند الطفل، بتنمي قدرته على دراسته. يهدف الماراثون إلى تشجيع الأطفال على القراءة وتحفيزهم على المطالعة. تجربة كتير حلوة وكتير استفدت منها وبنصح كل الأطفال يشاركوا فيها، لأنه هي ما فيها حدا خسران، الكتب اللي بيقرأها الواحد هي الفائدة الحقيقية بالمعلومات اللي بيستفيد منها. قرأت 21 قصة واستفدت من أنه لخصت وكيف قرأت، أنه حبيت أنه كيف لخص وأقرأ. كان الماراثون هدف بتغذية العقل والقراءة والمطالعة والاجتهاد والمثابرة، كان كتير كتير حلو. قرأت 7 قصص. أنا بحب ماراثون قراءة وبشكره كتير لأنه خلاني أتعلم القراءة وقراءة القصص والثقة بالنفس. يعد الماراثون محطة هامة تهدف لجعل القراءة عادة يومية لزيادة المخزون الثقافي للأطفال في جميع المجالات. وصلنا معكم مشاهدينا للفقرة التعليمية والتربوية، وأكيد مستمرين بتقديم كل الفائدة والدعم لطلابنا بالشهادة الثانوية بالفرع العلمي والأدبي. التكميلية بلشت على البواب، أيام كتير قليلة بتفصلنا عنها، وكتير من الطلاب اليوم يمكن انضربت ببعض المواد أو هي حابة تحسن ببعض المواد، تحديدا اليوم مادة اللغة العربية رح نحكي عنها أكثر قد هي بحاجة لتركيز ودراسة دقيقة، خصوصا رشا أنه يمكن هي مادة مرتبة ونفس الوقت بتلاقي يمكن كتير من الأفرع اليوم بتتطلب علامة معينة باللغة العربية. أكيد هايدي، ودائما نحن تعودنا أنه حتى بنظام الامتحانات السابق أنه حتى لو الطالب جايب علامات تامة بجميع المواد ورسبان بالعربي فهو يعتبر راسي. اليوم التكميلية كانت فرصة للطلاب كتير لحتى يقدروا يكملوا علاماتهم، لحتى يقدروا يرفعوا معدل المجموع النهائي. اليوم رح نركز على مادة اللغة العربية ونحن على أبواب التكميلية، كيف الطالب قادر يركز عليها بشكل صح ويراعي مسألة الوقت الزمني ضمن الامتحان. معلومات جدا مهمة حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو الأستاذ مدرس اللغة العربية إبراهيم الحسين. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ إبراهيم وأهلا وسهلا فيك وبوجودك. خلينا بداية نعرف من حضرتك عن نمط الأسئلة اليوم، الامتحان النهائي لمادة اللغة العربية إن كان للفرع الأدبي أو العلمي، إذا فينا نحكي كيف كانت نمط الأسئلة خلال هي الدورة، كيف كانت، هل هي كانت مناسبة لكل المستويات أم لا؟ أخبرنا أكثر أستاذ.
تماما، اهلا وسهلا فيكم مره اخرى. نمط الاسئله لم يتغير يعني عن المالوف المعتاد في الدورات السابقه والسنوات الاخيره. يعرف الطالب ولا سيما الذي تقدم الى الدوره الاولى كيف جاءت اسئله اللغه العربيه، يعني موزعه بين الاسئله المؤتمته والاسئله التقليديه زائد موضوع التعبير الادبي وموضوع مقاله معينه تكون اختياريه. يعني تبدأ الأسئلة بمجموعة من الاختيار المتعدد، مثلا 6 أسئلة للفرع العلمي وثمانية أسئلة للفرع الأدبي، يتلوها بعض الأسئلة الفكرية التي تعتمد على فهم النص، طبعا فهم الأبيات، يجيب عنها مقاليا، تتضمن موازنة، تتضمن أسئلة لها صلة بتحليل جزئيات الأبيات، الفكر، الأسباب، النتائج، الرؤى، المظاهر، الملامح، ويضاف إلى ذلك في الأدبي شرح بيت ما وسؤال لاستخراج قيمة معينة. يتلو ذلك مجموعة من الأسئلة التي تفصل في خصائص البنية الفنية للنص، يعني مثلا الصورة الفنية ووظائف الصورة الفنية، الأساليب، أنواع الأساليب، محسنات بديعية، مصادر موسيقى، شعور عاطفي، إلى يعني آخر هذه الأسئلة. وجزء من الأسئلة يكون لقواعد اللغة بين النحو والصرف والإملاء، وختاما كما ذكرنا سابقا بالمواضيع الأدبية والمقالية. طيب أستاذ، خلينا نروح لكونه نحن على الأبواب التكميلية، ودائما نحن عندنا حالتين من الطلاب. في عندك حالة بتقلك أنا ما لحقت أكتب كل شيء ضمن الوقت المحدد، وعندك حالة تانية أو نوع آخر بيقلك أنا كتبت ورجعت عدت الورقة مرة تانية. هل هي فروقات بين الطلاب أو سرعة بالكتاب؟ اليوم الطلاب كيف قادرين يتعاملوا مع الورقة بالوقت المحدد؟ تمام، هذا الأمر ضروري جدا، ونحن دائما ننصح الطلاب أن ينظموا وقتهم أثناء الامتحان. يعني فمنذ لحظة استلام الورقة الامتحانية وورقة الإجابة يجب أن يعمل الطالب على تقنية الوقت، تنظيم الوقت. بعض الطلاب لديهم القدرة على هذا الأمر أو تمرسوا مثلا عليه سابقا، يحسن التعامل مع الورقة والزمن الذي يسير. طبعا الزمن عموما مدروس جيدا ويكفي لمستوى الطلاب المتوسط وما فوق، وحتى أحيانا يعني دون المتوسط يستطيع أن يصل إلى آخر الأسئلة. الغلط الذي يرتكبه بعض الطلبة أنه يقف عند سؤال معين ليفكر في الإجابة، ويحتاج مدة من الوقت لكي يحصل على الإجابة أو لا يحصل في النهاية، فيكون قد أخذ جزءاً معيناً من وقت الأسئلة الباقية. صحيح، فيجب عليها أن ينظم كما ذكرنا الوقت من أول لحظة إلى آخر لحظة. يعني يقسم، نحن ننصح الطلاب أحياناً مثلاً في مادة اللغة العربية بعضهم يفضل البداية في مثلاً كتابة الموضوع الأدبي والمقالة، لا مشكلة، ولكن عليه أن يقتصد في الوقت، يعني نصف الوقت مثلا للموضوعات مع مراجعتها، ونصف الوقت لسائر الأسئلة ومراجعتها. تمام أستاذ إبراهيم، ذكرت نقطة خلينا نضوي عليها أكثر، اللي هي بالنسبة لموضوع موضوع اللغة العربية. اليوم بتلاقي يمكن نسبة من الطلاب بتعاني بموضوع اللغة العربية، يمكن عندها ضعف بالحصيلة اللغوية أو يمكن ما في تحضير زايد. خبرنا أكثر اليوم بالنسبة للموضوع، نحن كيف بنقدر اليوم ناخذ علامة على الأقل شبه تامة؟ ما بعرف إذا نحن بنقدر اليوم ناخذ علامة تامة، خبرنا أكثر عن التفاصيل. صحيح، الموضوع الأدبي حقيقة هو يعني عقدة كثير من الطلاب في مادة اللغة العربية. لماذا؟ لأنه لا يأتي بدرس أو درسين أو دراسة أسبوع أو أسبوعين، أو ربما يحتاج إلى أكثر من شهر حتى يصل الطالب إلى هذه المرانة وهذا التفوق في كتابة الموضوع الأدبي. يحتاج الموضوع الأدبي إلى، ذكرت هذه النقطة، حصيلة لغوية، ثروة جيدة من التراكيب، من القدرة على مناقشة الفكر المختلفة، إضافة أو فضلا عن استحضار الشواهد المناسبة وطريقة توظيف هذه الشواهد في موضوعه الأدبي وفهم الشواهد لكي يستطيع التمهيد لهذه الشواهد. لدينا نقاط عديدة تدرس في سلم التصحيح لمادة اللغة العربية ولا سيما الموضوع الأدبي، فهذه هي النقاط التي تخيف الطالب لأنه حقيقة لم يتدرب عليها بما يكفي. فأنا أنصح الطالب أولا أكثر من القراءة، كثرة القراءة هي التي تزيد الحصيلة اللغوية للطالب،
تزيد تمكنه من معرفة الفكر المختلفة في الموضوعات التي يناقشها، تزيد معرفته في رؤى الشعراء الذين مثلا عالجوا مثل هذه المناقشات، تزيد قدرته على تحليل الشواهد المناسبة واستحضارها في أي جزئية من الموضوع. يضاف إلى ذلك بعد القراءة الكتابة المستمرة، كلما كتب الطالب أكثر حسن موضوعه أكثر. الطالب قد يأتي نظريا فهم المراد مثلا أو خطة كتابة الموضوع ولكن لم يطبق على ذلك، أو ربما كتب موضوعا واحدا مثلا في هذه السنة أو موضوعين، هذا لا يكفي أبدا، عليه أن يكتب ويخطئ ثم يصحح ويكتب ويخطئ ويصحح إلى أن يصل إلى مستوى ليس فيه أخطاء. تمام، لأنه لدينا في سلم تصحيح موضوع اللغة العربية مقدار من العلامة بما يعادل تقريبا 20% للمستوى اللفظي والمنهج العقلي للطالب. ففي المستوى اللفظي الطالب محاسب على اللغة ما فيها من أغلاط إملائية أو نحوية أو حتى صرفية، علامات الترقيم المناسبة. أما المنهج العقلي فنبحث عن قدرة الطالب في امتلاك زمام الأمور في كتابته للموضوع، يعني حسن الترتيب والتنظيم، القدرة على الربط المنطقي بين الفكر العام وجزئيات الفكرة داخل مناقشتها، حسن التمهيد، حسن التخلص من فكرة والانتقال إلى أخرى، حسن الختام. كل هذه الأمور يجب أن ينتبه إليها الطالب. هذه لا تتحقق باليسر الذي يتوقعه الطالب، إنما تحتاج منه إلى تدريب مستمر، مرانة يعني متواصلة جدا حتى يصل إلى هذه المرتبة. لذلك العلامة التامة لا تتحقق إلا إذا تحققت العلامة التامة بالموضوع الأدبي. طبعا هي ليست مستحيلة، وهناك طلاب يحصلون على العلامة التامة سنويا في مادة اللغة العربية وإن كانت تتفاوت بين سنة وأخرى. هذا يعود ربما إلى بعض الفروق في الأسئلة التي تقيس مهارات الطالب. أما يعني العلامة القريبة من التامة فيحصل عليها مجموعة كبيرة من الطلاب. طيب أستاذ، كونه نحن هلأ مثل ما ذكرنا أنه أيام تفصلنا عن التكملية، الطلاب اللي عندهم ضعف كان بمادة اللغة العربية وبنهنهم هلأ بدهم يرجعوا لإعادة الكتاب، بتنصحهم حضرتك أنه يرجعوا يعيدوا الكتاب كله أو يركزوا على المحاور اللي حسوا أنهم كان في ضعف من خلال الامتحان؟ أحسنتي. لا شك أن الوقت ضيق في الدورة التكميلية. صحيح أن الطالب لا يقدم المواد كاملة كما فعل في الدورة الأولى، يعني هناك من يحسن مادة واحدة وهناك من يحسن أو يعيد مادتين أو ثلاث مواد على الأكثر، ولكن يبقى الوقت ضيقا أمام هذه الدورة، فعليه أن يستثمر وقت الدراسة والمراجعة أيضا بأن يركز على نقاط الضعف التي التمسها لديه في الدورة الأولى أو حتى في السنة يعني عموما، فيعيد بناء هذه الثغرات أو يسد هذه الثغرات التي تكونت لديه بإعادة فهمها، بإعادة الدراسة، بإعادة الكتابة والتمرين، إعادة الحفظ إن كان هناك شيء يستلزم الحفظ وهكذا. فعليه أن يستثمر الوقت في هذه النقاط ولا يضيع الوقت في ربما جزئيات هو قد تجاوزها مثلا منذ العام الدراسي أو في الدورة الأولى أو أمور هي بعيدة عن نقاط الضعف. نعم تمام. هلا نحن كلنا بنعرف انه بفترة التكميلة والتحضير للامتحان بعض الطلاب يمكن ما بتلحق تدرس المادة بالكامل فبتركز على بعض النقاط الأساسية. إذا عم نحكي عن مادة اللغة العربية يمكن اليوم في نسبة من الطلاب بتلجأ أستاذ للملخصات، ممكن أسئلة ممكن تيجي أو توقعات من بعض الأساتذة، طيب هذا الشيء صحيح اليوم وكافي نحن نعتمد عليهم أم لا نحن لازم نرجع كمان نركز على المادة من أول وجديد حسب الوقت اللي معنا؟ ذكرنا يعني في المحور السابق أنه يجب أن يركز على نقاط الضعف التي هو يعلمها أكثر من الملخص وأكثر من الأستاذ. طبعا نحن ندعو الطلاب أن لا يعتمدوا أبدا على التوقعات ولا يسيروا خلفها، لأن هذه توقعهم في مشاكل أو مشكلات كبيرة في أثناء الامتحان. هو يعرف نقاط الضعف لديه، هو يعرف التقصير لديه، هو يعرف ما أنماط الأسئلة التي وجد نفسه عاجزا أمامها في الدورة السابقة، قد يعرف بدقة أيضا أين خسر الجزئية الفلانية مثلا من العلامة. يعني كثير من الطلاب تواصلوا مثلا أو اتصلوا بنا وذكروا أنه
علامتي مثلا ذهبت في السؤال الفلاني، أو أنا أعرف أنني قد خسرت بعد أن خرج من المادة. طبعا راجع ربما كتابه المدرسي، راجع ما أخذه عند المعلم أو المدرس، فوجد أنه قد أخطأ في هذه النقطة تماما بالتحديد، فالآن تجاوزها أمر يسير. ما الذي يجب أن يركز عليه بالعموم أكثر؟ ربما نقول الأسئلة المهارية التي تحتاج منه إلى دراية أكثر وخبرة أكثر، قد لا يكون مثلا واجهها في العام الدراسي، كانت جديدة ربما عليه نوعا ما في الاختبار. فمثل هذه المهارات يعني نضعها نحن في الأسئلة لكي تقيس الطالب الجيد جدا أو المتميز، يعني لتراعي فروق الطلاب الفردية في هذا المستوى العالي إلى حد ما. الأسئلة الاعتيادية أو النمطية في الغالب قد يكون تجاوزها الطالب يعني منذ العام الدراسي. فضلا عن ذلك يعني أنا أنصح، أعيد يعني النصيحة بالتمهر بكتابة الموضوع الأدبي، لأنه كما يقولون يعني هو حصة الأسد من الدرجة، يعني تقريبا ربع الدرجة الكلية من مادة اللغة العربية. طيب أستاذ، اليوم حضرتكم كأساتذة باللغة العربية ومن خلال العام الدراسي، كيف كنتوا عم تتعاملوا مع الطلاب؟ هل تم تهيئهم، يعني أعطيتوهم نماذج أو صبر بمادة اللغة العربية وكأنه هن نظامي بالامتحان الأخير كرمال اللي تعاملوا مع الوقت ومع الورقة بشكل صحيح؟ تمام، لا شك، يعني لا شك التهيئة في الحقيقة يعني على مثل هذه الامتحانات أو هذه الأنماط من الأسئلة بدأت قبل الثالث الثانوي، من أول المرحلة الثانوية، في يعني في الأول الثانوي يقدم الطالب أسئلة مشابهة تماما من حيث التوزيع أو التقسيم أو المستويات أو المهارات المطلوبة، وبعد ذلك في الثاني الثانوي، ثم يصل في النهاية إلى الثالث الثانوي. في الثالث الثانوي أقل ما يمكن قدم الطالب مثلا ثلاث مرات مثل هذه الأسئلة، يعني في مذاكرة الفصل الأول وفي مذاكرة الفصل الثاني وفي امتحان الفصل الأول، يعني هذا أقل ما يمكن. فضلا عن ذلك نحن في يعني في العام الدراسي نجري للطلاب سبر، ما يسمى سبر، أو اختبارات تجريبية أثناء كل أسبوع أو كل شهر على الأقل، فلا شك أن الطالب قد يكون مهيأ تهيأ لذلك يعني. تمام أستاذة، اليوم كنت عم تحكي عن الطلاب اللي عند حضرتك اليوم وكيف عم يتم تهيئهم للدورة التكميلية، كمان خبرنا ممكن يكون لاحظت من خلال الامتحان يعني كان في أخطاء معينة وقعوا فيها اليوم هدول الطلاب، حاولتوا أنتوا اليوم عم تتداركوا وعم تحاولوا أنه قدر الإمكان كرمال يمكن ما يصير أي أخطاء بالدورة التكميلية؟ تماماً، الأخطاء التي يكثر مثلا أو يكثر ورودها في ورقة الامتحان ما له صلة ذكرنا في المواضيع، يعني المقالة أو الموضوع الأدبي، من حيث أسلوب الطالب، فالطالب يكتب ويناقش ويأتي بالشواهد ويسمي الفكر ويسمي الشعراء، ولكن في النهاية يجد نفسه قد خسر جزءا من الدرجة ويظن أنه قد نال التامة، مثلا كتبت كل شيء في الموضوع الأدبي. لا، هناك جزئيات وتفصيلات قد لا يدركها الطالب، وهذا ما نشير إليه دائما وننصح به دائما، هو كثرة القراءة والكتابة لكي يخضع الموضوع الذي يكتبه لتصحيح المدرس طيلة العام الدراسي، فيجتمع لديه مجموعة من الأغلاط التي قد يقع فيها، لم يكتب فلن يكتشفها. هذا واحد. الأمر الآخر، بعض الأسئلة المهارية أحيانا تكون جديدة للمرة الأولى يتعرض لها الطالب، ولا سيما مثلا لدينا في أسئلة القواعد، قواعد اللغة، يتم مثلا من الطالب تحويل شيء معين، فالطالب أحيانا يدرك المطلوب منه ولكن لا ينتبه إلى ما كتب، يعني قد يحول التحويل المطلوب ولكن ينسى بعض التغيير الآخر الذي يستلزمه هذا التحويل، يعني مثلا التحويل يستدعي تغيير علامة إعراب مثلا، أو تغيير شيء في التركيب الذي يلي مكان التغيير أو قبله، فهذا مثلا نتيجة السرعة أو نتيجة عدم الانتباه من الطالب يقع فيه الطالب. بعض الأسئلة تحتاج إلى شيء من الدقة والتركيز، أضرب مثال على ذلك وما ورد في هذه الدورة، سؤال الشعور العاطفي، يعني الطالب قد يتسرع في استخلاص الشعور العاطفي من البيت بسبب القراءة الأولى أو الرؤية العامة أو في ذهنه مجموعة من المشاعر، فيختار مثلا أقربها إلى هذا البيت. لا، نحن نقول له أولا الشعور المطلوب في السؤال
هو شعور الشاعر، يعني لا شعور المتلقي ولا شعور أحد ما يتحدث عنه مثلا الشاعر في البيت، هو الحالة الشعورية العاطفية التي كان يشعر بها الشاعر وهو يكتب أو يقول هذا البيت. هذا أولا. ثانيا، عليه أن يقرأ البيت جيدا، ومن تراكيب البيت يستخلص الشعور المطلوب. يعني أولا ننظر إلى التركيب، هذا التركيب وفق سياق البيت يعطيني الشعور الفلاني، أنا أسمي الشعور وأسمي أداته، والآن أعطي مثلا المثال الذي هو التركيب. نشكرك أستاذ إبراهيم لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ونتمنى التوفيق لطلابنا وخاصة نحن بالدورة التكميلية الأخيرة بعد القرار اللي صدر. يمكن كان فرصة جدا جميلة لكثير من الطلاب ليقدروا يضبطوا وضعهم وعلاماتهم بتأهلهم الدخول للجامعة. شكرا لحضرتك ولكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلابنا المتقدمين إلى الدورة. أكيد. كنت معنا مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ إبراهيم الحسين، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وكونه نحن ببداية الأسبوع دائما نحن متعودين كل نهار السبت نروح لعند المتنبي الجوي لنشوف كيف حيكون طقسنا يا هاي. أكيد يا رشا. خلينا ننتقل مباشرة معنا عبر اتصال هاتفي المتنبي الجوي حسان الجردي. يسعد صباحك أستاذ. صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان. يعني تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون احوال الطقس، درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، خصوصا عم نشهد بهالايام ارتفاع كبير بدرجات الحراره، خبرنا كيف عم يكون الوضع بشكل عام. شكرا عينك. بدايه صباح الخير نزيد لك للاخباريه السوريه لزميلتك لفريق العمل. هلا بشكل عام تاثير الكتله الهوائيه الحاره على المنطقه مستمر، ودرجات الحراره رح تضل اليوم أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق والمدن، والجو بشكل عام حار وصحو بشكل عام دائم تحديدا بالمنطقة الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل الأمطار اللي خفيفة عشوائية الحدوث في أجزاء من المنطقة الساحلية تحديدا. بأجزاء من المنطقة الساحلية نقصد بشكل خاص بالفرصة الأفضل بالساحل رح تكون بالمرتفعات الساحلية، أما بالمناطق الشرقية بالشمال الشرقي بالجزيرة بالبادية أجواء سليمية مبررة وشديدة الحرارة. بشكل عام يبقى تأثير المنخفض الموسمي الهندي السطحي المتفق بالتيارة الجنوبية غربية أسرع إلى التيارات المدارية مستمر خلال هذه الفترة، والرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة خلال ساعات بعض الظهر والمساء تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية تسير الغبار في بعض المناطق الداخلية. البحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر 28 درجة مئوية. البحر مع النشاط في الرياح الغربية الشمالية الغربية نهار بكرة بعد بكرة بتحول إلى من خفيف إلى خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هلأ بشكل عام تستمر هيدي الأجواء خلال هدول اليومين القادمين، ودرجات الحرارة بتكون استمر بالارتفاع لتبلغ اعلى ارتفاع الى منتصف الاسبوع يوم الاثنين والثلاثاء، بحيث تكون درجات الحراره اعلى من المعدل بنحو 4-6 درجات مئويه في مختلف المناطق، والاجواء حاره بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقه، اجواء سديميه شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه. بشكل عام بتميل الحرارات للانخفاض بالمناطق الغربيه والجنوبيه اعتبارا من يوم الاربعاء والخميس القادم من نهايه الأسبوع، ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والأجواء الحارة على المنطقة بالانحسار باعتبارا من يوم الأربعاء بالمناطق الغربية والجنوبية، مع حرارات نهاية الأسبوع تكون أعلى من المعدل من 1-6 درجات مئوية بالمناطق الجنوبية والغربية، بينما يستمر تأثير الأجواء الحارة والكتلة الهوائية الحارة بالمناطق الشرقية الجزيرة البادية الشمال الشرقي الأجزاء الجنوبية الشرقية، مع حرارات أعلى من المعدل من 3-5 درجات مئوية وارتفاع بقيم الرطوبة السطحية، مما يعطي إحساس بدرجات حرارة أكثر مما هي في الواقع خلال ساعات النهار، بينما خلال ساعات الليل مع توفر الرياح الغربية والرطوبة الكافية يكون لها دور إيجابي بحيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا وانتعاشا. هلأ بشكل عام الرطوبة تكون مرتفعة تحديدا أكثر مناطق ارتفاعا هي الأجزاء الغربية والمنطقة الساحلية، بحيث تصل الرطوبة السطحية إلى 90% مع الشعور بدرجات حرارة أكبر مما هي بالواقع، بينما تكون الرطوبة أقل ما يمكن ضعيفة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية لا تتجاوز من 15
35%. بشكل عام الساحل السوري البلادي هي مدينة اللاذقية، الحرارة المتوقعة 33 يشعر بها أهلنا بالساحل، 40 درجة مئوية مع الرطوبة العالية اللي عم تتراوح من 50 إلى 90%، بينما في العاصمة دمشق الرطوبة من 25 إلى 65%، ودرجات حرارة عم يشعر فيها أهلنا بدمشق 43 درجة، علما أن درجة الحرارة المتوقعة معنا 30 درجة. بشكل عام درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 38-22، القرين ثرة 32-21، القلمون المرتفع الجبلية 30-19، درعا 36-23، السويداء 32-20، 34-23، حماس 37-23، منطقة الجزيرة محافظة الحشكة 43-30، بالساحل السوري 32-27، بالشمال حلب 38-25، إدلب 36-25، المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البقال 42-28، بالبادية السورية مدينة تدمر 39-25. دائما نصائح للمذكرة خلال فصل الصيف، متأثرنا بالكتل الهوائية الحارة، لما يكون في عنا موجة حارة عم تأثر على المنطقة منعيد ومنذكرة عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الروح، شرب كميات كافية من المياه، عدم إشعال النيران بالغابات بالمناطق الحراجية، وترك المواد القابلة للإشتعال أو الانفجار معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس بالأماكن المغلقة. تمنياتنا بالسلامة للجميع، وإن شاء الله يعني اعتبارا من يوم الأربعاء القادم رح يكون بالمناطق الغربية والجنوبية انخفاض درجات الحرارة، رح يكون واضح مع انحسار الكتلة الهوائية الحارة، ولكن في الأجزاء الشرقية والجزيرة والبادية رح تظل مستمرة على الرغم أنه في انخفاض، ولكن انخفاض بسيط في هذه المناطق. شكرا استاذ حسان الجردي لكل المعلومات اللي ذكرتها، وان شاء الله هيك تمرق هالايام خفيفه علينا. اما نحن هلا مكملين بفقراتنا الصباحيه، ودائما نحن تعودنا بصباحنا غير نضوي على الحرف السوريه اليدويه التقليديه، هي الحرف اللي دائما هدفها احياء التراث السوري، وايضا دعم المشاريع الاقتصاديه، وايضا دعم الاشخاص اللي عم يشتغلوا ضمن هاي المجال. وكيف اليوم اذا عم نحكي عن حرفه متميزه بالجمال والابداع، حرفه الفخار والخزف يا هايدي. اكيد يا رشا، رح نحكي اكثر اليوم عن صناعه الفخار من المهن اليدويه القديمه يلي بتحاكي الماضي والحاضر باشكاله العديده. معنا اليوم مشروع فيه لمسات من الإبداع، وهذا المشروع هو بحاجة لدقة كبيرة ولصبر وإبداع لإنجاز هدول القطع الموجودة معنا لليوم. خلوني رحب بضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، شيخ الكار نبيل علي. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أستاذ نبيل، نورت صباحنا لليوم. الأمان يعني قطع كتير حلوة، ورجعتنا هيك بقطع موجودة لأيام الماضي، يعني حلوة. اليوم بشكل عام خلينا نحكي عن هاي الحرفة. هلا هي الحرفه رحنا ورثناها ابا عن جد، وطبعا هي تراث سوري رحنا لازم نحافظ عليه مثل ما حافظوا عليه ابائنا واجدادنا. هي من تراب، منجيب من كدر الجبلي او من اطراف الانهار او من باطن الارض، وفي من البركاني، الكدر البركاني هذا البيلول والبيلون، نحن في مكانات بنطحنه وكذا والى اخره، منخمر العجينة ومنشتغل الشكل من أيام. يمكن الناس اليوم بتشوف الشكل النهائي للقطعة الموجودة اليوم من الفخار، ولكن هنا ما بيعرفوا قد هي يمكن بحاجة لوقت كبير، لصبر، لجهد. خبرنا اليوم شو هي المواد الأساسية اللي بتستخدمها اليوم بصناعة أي قطعة؟ هلا هي مثل ما حكينا هي تراب عدة ألوان، في تراب الأسود، في البركاني، في التراب الجبلي، في من أطراف الأنهار بيجي أبيض أصفر أحمر. طبعا هو كله منخلطه بيساعدنا للشغل، فبنعمل العجنة نطحنها بعد ما نخمرها وبنعجنها، بنحط بالماء طبعا وبنخمرها وبنشتغل الشكل المنيع عدة مراحل طبعا. طيب استاذ نبيل، قد ايه لك بهي المهنه او بهي الحرفه، كونه عم تقول اليوم هي وراثه عن الاب؟
هلا صار لي تقريبا في بين ال 32 35 سنة عمر اليوم يعني عمر. رغم انه هي بحاجة لجهد وبحاجة لإبداع يعني، ولكن كان عندك إصرار لتكمل رسالة الوالد. طبعا هلا هيدي رهنة فن، وانا المعلق هي وفيها انا وصغير يعني حبيتها وحابب طورها. هلا كان اول على زمان اجدادنا وابائنا ما يشتغلوا هيك، فرحنا طورناها، ضفنا كتير اشياء بالفخارة عملنا التركان. اول ما في صحن، طنجرة، ابريق، جرة، هيك. بس هلا رحنا طورنا حواض زريعة، الشلالات، التماثيل، النحت، الرسم، حتى ضفع منا الإيشاني، كتير اشياء ضفنا عليها. لجانب يمكن توارث هي المهنة من الأهالي أو من القدماء، اليوم يمكن عالم الفخار هو عالم كتير واسع وكبير. واسع. تمام، ليش اخترت هذا المجال؟ هل هو عن موهبة أو أيضا هو بحاجة يمكن لدراسة واختصاص بالموضوع؟ خبرنا أكثر. هلا هو موهبة ويعني مثل التراث، يعني أنا هي حبيت أنا من الصغر، ف مثل موهبة يعني، وحابة بطورة يعني. هلا أنا شفت كثير هي ناقصة فأنا كملتها. يا سلام، هي القطعة يعني ما كان في بيت من زمان إلا ما كانت موجودة فيها. قلت لي اليوم حتى اسمها تغير، يعني شو صار اسمها؟ هلا هي كانت بعالم بيلولة القلة، عالم إبري، عالم جرة، في لها عدة أسامي. فهلا نحن ضفنا الخيش يقلم وساعد التبريد. هلا انه تحفظ اليوم درجة الحرارة، البرودة يمكن الخيش وقت باللف على القطعة. هو الفخار هلا عالميا، هو كل العالم رجعت على الفخار، اكتشفوا انه هو صحي. وزارة الصحة العالمية اجبرت المطاعم كله يستعمل فخار، كونه بيحفظ الحرارة وما في تفاعل بال مثل الحمض على قد ما تستاهل الستيل والألمينو، هاد كله مواد مسلطنة. هلا اكتشفوا انه الفخار هو الصحي واجبروا المطاعم يستعملوا الفخار. طيب قد ايه بتاخذ هاي القطعة وقت من حضرتك؟ وقت، جهد؟ هلا رحنا عم نشتغل كله على اصوله مثل ما تعلمناه. طبعا هلا في قطعة بدها اسبوع تطلع مثلا، بنشتغلها هي بس مو دغري خلصت، لسه بدها تنشيف، بدها مرحله الفرن يوم او يومين، وفي كثير لها بعد منها، في منها حفر، في منها رسم. يعني اوقات بدها تطلع مثلا بيوصونا على جره، بدها اوقات شيء 10 ايام 15 يوم يا تطلع. الفرن شيء حامي يعني انه طبعا درجه حراره، رحنا بنشوي الفخار على 950، الملبس جليز زجاج يعني المزجاج مثل الإبري أو الصحون يطبخ على 1050. تمام، عم نشوف اليوم أنواع كثيرة من الفخار، شو أكثر الألوان اللي بيميزها؟ وخصوصا أنه بهي الأيام عم بيكون دارج أكثر يمكن في ألوان عديدة عم تتدخل على الفخار، خبرنا أكثر عن الموضوع. هلأ الرحنة يالمطاعم عم نعملها المزججة وألوان الإيشاني مثل الإبري، الرسم، هيدي حسب طلب الزبون. فكتير في هلا اشياء، هلا في جوزة المتة بيجيك كتير اشياء، الطناجر، الابري، الجرة، في حفر، في كتير قصص. طيب الحفر حسب كيف الطلب. يعني عم نشوف بعض الاشياء انه مرسوم عليها رسم. ايه بعد ما تدخل بعد الفرن وتتنشف تكون جاهزة. طبعا حضرتك بترسم مرحلتين. هلا رحنا بنشتغلها نشوية، أول شوية بتطلع فخار، بعد المنة بنرسمها، بنرد من مواد أكاسيد وجليز بنفوتها على الفرن مرحلة تانية، بتصير مزججة مثل الإيشاني، بتطلع على الشكل هذا أو مثله. تمام، طيب من وين اليوم تستوحي تصميماتك؟ الأفكار اليوم اللي بتطلع فيها من وين منبعها؟ كيف ممكن اليوم أنت تنجز قطعة؟ بتتابع خلال اليوتيوب أو أشخاص معينة ممكن يقولوا لك أنه تساوي لهم أي قطعة معينة؟ خبرنا عن هاي النقطة. هلأ رحنا هي مثل ما قلنا لك هي فن، وطبعا يعني واحد من الطبيعة بياخذ يشوف شكل معين بيحصل يعمله على الفخار، في شغلات ما فيك، بس أكتريته موهبة يعني مو من انه النت ولا طبعا من عقلنا اكثر شيء عم نشتغله. طيب اليوم من خلال مجال عملك ومن خلال احتكاكك بسوق العمل، الناس شو عم تطلب اكثر شيء؟ يعني شو اكثر شيء الناس عم ترغب بالقطعه انه تكون موجوده عندهم بالبيت؟ هلا الناس اكثر شيء رجعت على الفخار كون بسوريا، هلا احنا عم صرنا نصدر يا برا وكنا مشارك بمعارض،
هلا اكثر شيء عم بيطلبوا الترمس، المقلي، الصحون، الطناجر بدير يرجعوا، كونه أرخص من ستال ستيل والألمينو والتيفال الفخار حتى أوفر. بس إذا بتشتغلي صحيح، في بعض العالم عم يشتغلوا غلط، صارت العالم تخاف يعني مثلا طق معن أو كذا. هلأ مثل المطبخيات الطناجر هيدي ما منضف لها رمل مازار، بنعملها طرابة ناعمة وتكون مضغوطة وتتحمل حرارة عشان ما يكون فيها تفريغ هواء عشان ما تطق على الغاز أو على الفحم أو إلى آخره. مثل هاي القطعة اللي بإيدي. هلأ هيدي المقلي اسمه الساحلي. المقلي الساحلي الأسود. ساحلي. طيب. هيدا له ترتيب تاني. المقلي الساحلي فيه كدر اسمه دب الملح. شو يعني؟ اسمه جبل بحصرم بالساحل. ايوه. مثل البلوري، زجاج جبل بقطعوه بينطحن وبينشغل هذا مع اضافه تراب وبيتخمر بالحطب بيطلع اسود، حصرن على الحطب. ما بصير كهرباء او على الافران ثانيه، حصرن على الحطب. في بعض الاشخاص بس يشتروه من السوق بيرجعوا بيعرضوه لحراره بالبيت. لا، المقلي الساحلي الفخار او اي فخاره ما لها مطليه مزججا او اي شيء بدها دهن زيت عشان تشرب وبشو. بس هي اول مرحله بس يعني بتحطي لها معلقه زيت او تدهنيها بس من الداخل. طيب بالنسبة لموهبتك أو هي المهنة اللي أنت اليوم دخلت فيها، يمكن كل مشروع أو كل موهبة هي بحاجة اليوم لدعم، بحاجة لتسويق اليوم كرمال الناس تعرف بشغلك. خبرنا أكثر كيف عم يتم التسويق اليوم لمشروعك؟ هل شاركت ببازارات معينة أو عندك صفحة على الفيسبوك؟ كيف اليوم الناس عم تقدر فعلا تشوف تصاميمك أو القطع على أرض الواقع؟ طبعا داخلين على التواصل الفيسبوك وبالمعارض، هي أكثر شيء بتفيدنا المعارض، مشاركتنا بالمعارض كوننا ما تابعين لوزارة السياحة والاتحاد العام للحرفيين، داخلين معارض أكثر. هلأ هيدي السنة أنا بشارك منذ 20 سنة بمعارض. المعارض هي اللي فادتنا اكثر شيء، صار يجينا طلب من لبنان، خارجي. يا العراق خارجي، يا الكويت، يا الامارات، يا السعوديه. هلا بمشاركتنا المعرض الزهور ال44 جتنا كثير طلبيات يا الخارج برا البلد. طيب اليوم حضرتك تعتبر شيخ كار يعني ومتوارث هي المهنة عن حضرة الوالد، يعني اليوم هل عم تعلم؟ هل عم يكون عندك ورشة صغيرة؟ طبعا هلا عنا معمل وورشة، منعلم هي أطفال ومنعلم أولادنا، وبيجونا كتير طلبة من مثلا الفنون الجميلة كتير، هي بشكل يومي نعطيهم منعلمهم كيف النحت، منعطيهم كيف الطرق الشغل الصح. طيب ممكن نشوفك بعد فترة عم تعلم بهذا المجال أو يكون في دورات تدريبية أو مشروع خاص فيك بهذا المجال؟ هلا طبعا هلا في بعد كم يوم رح نعمل معهد من شان الفخار نعلم العالم. في أعمار معينة ممكن نبلش كمان مع الأطفال بهذا الموضوع؟ طبعا هلا رحنا عم نعطي ونشجع لدرس بك كذا مركز، عم بعطيهم فكر عن الفخار وبنعلمهم على الطين، بنعطيهم طين كيف بداية يا الأطفال ورحنا طالعين. طيب أستاذ نبيل، اليوم كل الأشخاص أو الطلاب اللي عم تدربهم حتى الأطفال، الأطفال بيكبروا بيحملوا هاي المهنة مثل ما حضرتك حملتها، عم تم متابعتهم من حضرتك وقت اللي بتكون أنت خلينا نقول الشيخ الكار المشرف على عملهم، يعني بتشوف شو عم يشتغلوا، وين شو عم ينجوا، وين وصلوا بهذا المشروع؟ هلا طبعا في بجامعات، في بمراكز، في بكنائس، طبعا عم تابع. امبارح كان بكنيسة بياخذوا من عنا، رحت أعطيتهم ملاحظات يا المشرف انه كيف يعطي الاطفال، انه في اغلاط نبهناهن عليها وصار هذا الشيء تمام. معلوماتك جدا مهمة اليوم عرفناها من حضرتك عن هي المهنة الجميلة، ومنتشكر جميع الشيوخ الكار السوريين لدائما لحفاظهم على الحرف التراثية القديمة. نحن مستضيف كثير بصباحنا غير ودائما عندهم اصرار على احياء
هاي ان كان هاي الحرفه او الحرف الاخرى. يعني شكرا استاذ لحضورك، نتمنى لك التوفيق. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك ولوجودك معنا لليوم، يعطيك العافيه وكل التوفيق والنجاح لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. هيدي رح نروح لتقرير كون، وكنا عم نحكي باول فقراتنا عن الدوره التكميليه وكيف اليوم طلابنا عم يستعدوا لحتى يكفوا هاي المرحله. خلينا نروح للسويدا وللطالبه تالا فريد اللي حققت المستوى الاول على سوريا في الشهادة الثانوية الفرع الأدبي. طبعا تالا فريد هي ابنة بلدة القنوات، قدرت بثقتها بنفسها ودعم المحيط إلى أن تحقق هذا الإنجاز. خلونا نشوف باقي التفاصيل ضمن التقرير التالي. بداع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوا عالخد، إيه الورد الورد يا جمال. صوتها الجميل يغلد فرحا بتفوقها. تالا فريد خير ابنة بلدة قنوات، بجدها واجتهادها وثقتها بنفسها ودعم أسرتها استطاعت أن تحقق المركز الأول على مستوى سوريا في الشهادة الثانوية الفرع الأدبي. اعتمادي الأساسي كان على المدرسين يلي كانوا عندي بالمدرسة. أنا بشوف أنه هني كانوا جدا مدرسين، يعني كثير معطائين، كثير عملوا جهد معنا. ما احتجت أني أطلع برات دائرة المدرسة أو دائرة المدرسين اللي كانوا عم يعطوني. كان بكفي أني أتابع معهم خطوة بخطوة ودرس بدرس لمني قدرت نجز المنهاج. أكيد نصيحتي لهم دائما يكون في عندهم هدف، يكون في عندهم طموح، يمشوا على خطوات مرتبة متسلسلة. المتابعة، التركيز، تنظيم الوقت طبعا جدا شيء مهم. أكيد لكل حدا سندني، وقف جنبي، دعمني من كل النواحي سواء المعنوية أو المادية، لأهلي بالدرجة الأولى، لأسدتي أكيد، هني دائما كانوا الداعم الأكبر إلي. هلق أكيد كان في صعوبة، كان في أحيانا عراقيل، ولكن برغم هيك الحمد لله قدرت أتغلب عليهم كلهم. كان مشوار صعب شوي، لكن الحمد لله بجد وبالإرادة اللي كانوا عندي قدرت أني أوصل لهي المرحلة ولهي التفوق. نجاحها وتفوقها لم يفاجئ عائلتها، فما زرعته من جد واجتهاد حصدته. رسالتها للطلاب لا يأس مع الطموح، التنظيم الجيد للوقت والإصرار والعزيمة من أهم سبل النجاح. احنا ما يعني متوقعين التفوق، وما كنا يعني بتفاجئنا فيها التفوق، لأننا بنعرف بنتنا كيف كانت دراستها، كيف تعلمت، كيف نحن كيف ربناها. كانت مثابرة من الصغر، من كانت بالروضة كانت مثابرة كثير جدا على دراستها على كتبها. فرحتنا كثير وكثير كنا مبسوطين، والحمد لله والناس كلها غمرتنا بلطفة والشكر للمعلمين اللي وقفوا معه وقفوا جنبه، ونحن كنا سند لإله وساعدنا الكل. كانت هي مستوعبة تماما المنهاج، مركزة. مدرسين أو الكادر التدريسي كان بمدرستها أكثر من رائع. نصيحة هو الاهتمام، الرعاية، نعطيهم من وقتنا، نعطيهم من حناننا، من دفء الأسرة. سوريا بلد الأبجدية وأرض الحضارات والإبداعات، وليس بغريب على أبناء سوريا النجاح والتفوق. شام حمدان، الإخبارية السورية، سويداء. وأكيد مشاهدينا من عند تالا من السويدة، خلونا نروح مباشرة لنغم أنجرو، ابنة محافظة اللاذقية يلي تفوقت كمان بالشهادة الثانوية بالفرع الأدبي. وراء قصة هيدا النجاح في إصرار كتير كبير. خلونا نقول لها مبروك ونتابع التقرير ونرجع. خلف محياها يظهر الإصرار ويتحقق الحلم. نغم ابنة محافظة اللاذقية تتفوق في الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي. أنا أخذت الشهادة الإعدادية بالتاسع، وبعدين وقفت لظروف يعني مادية وظروف معنوية وظروفي بالبيت وهيك ووضع أهلي وهيك. بعدين يعني كل ما ماما مثلا تشوف حدا مثلا ناجح وهيك وأهلي ينقروا علي وأنه أنا كنت شاطرة ويشجعوني أنه أنا كفي وتابع، وتشجيع من رفقاتي وتشجيع من معارفي ويعني الناس اللي حوالي. فقررت أنه أنا خلاص أتحدى الوضع وأتحدى الظروف كلياتها وكفي بدراستي، وبلشت سجلت عند أساتذتي اللي هن طبعا فضل كبير بعد رب العالمين لهم دعموني مع دراستي وهيك. كنت أشتغل بصالون وهيك،
وشغل ودراسة وهيك يعني، وحطيت ببالي هدف وسعيت وراه وحطيت من أول المدرسة إنه أنا حابة أصير محامية وأدخل حقوق وإن شاء الله وصل للقضاة، ويعني سعيت ورا هذا الهدف وكنت حاطة ببالي من البداية إنه أنا أتفوق يعني، والحمد لله رب العالمين بالنهاية رب العالمين أكرمني، ومع الإرادة والتصميم والعزيمة ما في شيء صعب يعني، بس الطالب لازم يحط هدف بباله ويسعى وراه، وما في شيء يعني إنه مستحيل. أنا مرقت بظروف صعبة أنا وعم أقدم البكالوريا، والدي توفى، بس يعني أنا هذا الشيء ما ضعفني، الحياة إنه بدها تستمر، ويعني لازم الواحد يحارب ويكافح لحتى يوصل لطموحه حتى يوصل لهدفه. أنا صممت إنه خلاص أنا بدي أوصل كرمال أهلي وكرمال رفقاتي وكرمال كل العالم اللي وثقت فيني وكرمال أساتذتي، والحمد لله وصلت للشيء اللي أنا طمحت فيه يعني وحلمت فيه. الأهل دعموني بشكل كبير، رفقاتي دعموني كتير، أساتذتي دعموني كتير، وقفوا جنبي دائما حتى لما توفى البابا يشجعوني إنه خلص أنت كفي، تلقيت دعم من كل الناس اللي حوالي يعني، إنه هذا الدعم لحاله كان كافي إنه أنا ما خيب ثقة الناس فيني ووصل لهذا الشيء. بهدي هذا النجاح لأهلي وخصوصي يعني الماما، وقفت جنبي كتير ودعمتني وما تركتني أبدا ولا لحظة، وكمان لأساتذتي اللي شافوا حالهم فيني وأنا حققت لي الشيء، إنه حي الله أستاذ وحي الله أهل بيحلموا فيه. أنا طول عمري كنت بحلم إنه وصل لهذا الموقف يعني اللي إحنا فيه هلا، والتفوق ونغم من صغرها هي شاطرة الحمد لله رب العالمين، دائما كانت تطلع من الأوائل وطالبة ومجتهدة كتير وشطورة وناجحة بحياتها، والحمد لله رب العالمين وصلنا للشيء اللي بدنا إياه يعني بإذن الله. رغم صعوبة الظروف اللي مرقنا فيها يعني توفى والدها ومرقنا بظروف كتير صعبة يعني، بس الحمد لله رب العالمين قدرت تحقق الشيء اللي بدي إياه ووصلت على هدفها ووصلتني معنا طبعا على الهدف اللي نحن بدنا إياه. تقول أنا كرمال أبوي إنه يفرح بقبره أنا رح تابع وجيب مجموع، وهذا اللي قواها هي فعلا بإرادتها وقوتها يعني شو ما قلت عنها قليل. تفتح صفحات المستقبل لتتابع تحصيلها العلمي وتساهم في بناء الوطن. وحنروح بنهاية صباحنا لليوم للفقرة الطبية، ونحكي اليوم عن موضوع جدا شائع بين الناس وهو صحة الجسد، وكيف اليوم الوقاية من الأمراض، كيف نحن قادرين نتبع نظام غذائي يعطينا الفيتامينات ناقصتنا بالجسم، وبنفس الوقت نحن ما ناخد الكمية الأكبر. دائما نحن بنسمع بالمثل يعني الزايد أخو الناقص، فنحن اليوم بحاجة للاعتدال حتى إن كان بمصادر الفيتامينات أو بالأنظمة الغذائية اللي منتبعها. صحيح يا رشا، لهيك اليوم نحن رح نضوي أكثر بفقرتنا الطبية عن الموضوع. كنا بنعرف إنه الكالسيوم هو من العناصر المهمة لصحة أجسامنا، واليوم أي نقص بالكالسيوم ممكن يصير في عنا كثير من المشاكل وكثير من الأعراض، إن كانت نفسية أو جسدية، ممكن كثير أوقات نشعر بالتعب بألم بالعضلات أو حتى مشاكل بالأسنان وما بنعرف إنه هذا السبب ممكن يكون نتيجة نقص الكالسيوم. في كثير من الأشخاص كمان ممكن تلجأ للمكملات الغذائية، هل هذا الشيء صحيح أم لا؟ تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم اللي صارت معنا ضمن الاستوديو عنان دلة، باحثة بدرجة الدكتوراه بعلوم الغذاء. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الفل. يسعد أوقاتك. دائما نسمع بنقص الكالسيوم، ولكن اليوم نحن بحاجة لتحليل معينة لنقدر نعرف قد ايه نسبة النقص عنا والأعراض تظهر على الشخص. خلينا نحكي عن الشقين، السؤال الأعراض وال... أول شيء يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. خلينا نأكد على موضوع إن كان الكالسيوم إن كان أي عنصر غذائي، أنه نحن حكما لنعرف عنا نقص بهذا العنصر لازم نعمل تحليل دم، ما فينا نعتمد على الأعراض لهذا العنصر لأنه في كتير عنا أعراض متشابهة بين عدة عناصر. فلازم نحن نعرف إذا في عنا نقص بهذا العنصر الغذائي، وخلينا نحكي عن كالسيوم لازم نحن نحلل تحليل دم. هلأ إذا نحكي بالعموم على الأعراض اللي ممكن أنا تكون مرافقة لنقص الكالسيوم، فينا نقول نحن تشنجات بالأعضاء بالعضلات، وخز باليدين وبالذراعين، وهن وتعب عام، وهي أغلب العناصر الغذائية بتعطي وهن وتعب عام في حال نقص فيها. بدنا نأكد على موضوع مشاكل الأسنان، تساقط الشعر، خشونة بالشعر، ليونة الأبيض
الاظافر، هي كلها ممكن تعمل وقت بيكون في عندي نقص بالكالسيوم. اليوم يمكن ذكرتي انه يمكن في تداخل بين العناصر الغذائيه، خلينا نحكي اليوم عن العلاقه بين الكالسيوم والمغنيسيوم، شو هي العلاقه، شو هي التاثير ان كان سلبي او ايجابي؟ تماما. هلا الكالسيوم والمغنيسيوم خلينا نضيف عليهم فيتامين دي، هذول الثلاثه فينا نقول ولاد عم مترافقين دائما ماسكين ايدين بعض. لحتى انا اضبط مستويات الكالسيوم بالجسم لازم انا اضبط مستويات المغنيسيوم ومستويات فيتامين دي. بس زبط عندي المغنيسيوم وفيتامين دي زبطت مستويات الكالسيوم. لانه ايام بنشوف كثير اشخاص بياخذوا كميات كافيه من الكالسيوم بس بنشوف انه هنا عندهم نقص، مع انه هنا عم ياكلوا اجبان والبان، عم ياكلوا من كل مصادر الكالسيوم، بيكون في هون عندي خلل بالمغنيسيوم او فيتامين دي اللي هن وظيفتهم ضروري يعملوا بالانس بين هدول العناصر الغذائيه. وفيتامين دي كمان ضروري لموضوع تثبيت الكالسيوم بالعظام، فانا اذا عندي كميات كافيه من الكالسيوم وعندي نقص بالمغنيسيوم وفيتامين دي ما راح احصل على مستوى كافي من عنصر الكالسيوم. طيب اليوم شو هي اهم الاغذيه اللي ممكن نحن ناخذها وبتساعد على امتصاص الكالسيوم؟ هلا بالبدايه منتجات الاجبان والالبان، ممكن اشخاص يقولوا لي انه نحن ما بنحب الاجبان والالبان، ممكن اشخاص يكونوا عم يتبعوا حميه الفيجيتيريان، هن نباتيين ما بياكلوا اجبان والبان، ففيني اقول لهم اليوم انا انه نحن البذور وخاصه بذور السمسم محتوية على كميات جيده جدا من الكالسيوم، خاصه بذور السمسم النيه وغير المقشورة، كمان بذور الكتان بذور الشيا كثير تحوي على مستوى عالي من الكالسيوم. في كمان عنا توفو او هي الفول، فول الصويا المخمر. في عنا كمان السردين، سردين العظام الموجوده بعلبه السردين هي اللي عم تعطيني نسبه الكالسيوم العاليه. وعنا كمان الخضروات الورقيه هي ضروري وعندنا الخضروات الورقية وخاصة السبانغ وكل شيء خضار ورقية غامقة لونها تحتوي على نسبة كالسيوم عالية. فأنا وقت ما بدي اعتمد على منتجات الألبان لأخذ الكالسيوم لازم أنا نوع بمنتجات أو الأطعمة اللي بتحتوي على الكالسيوم لحتى أخذ كميات وافرة من الكالسيوم. طيب إذا بدنا نسأل مين هي الفئة المعينة من الناس اليوم اللي ممكن فعلا يصير معها هي المشكلة، مشكلة نقص الكالسيوم، ممكن يكون كمان عندهم أمراض مزمنة معينة، خبرينا أكثر. تمام. الحقيقة النساء هن أكثر عرضة الإصابة بنقص الكالسيوم بسبب موضوع الحمل والإرضاع والولادة، تكون معرضة ينزل الكالسيوم عندها. بنشوف هذا الموضوع خاصة بعد انقطاع الطمث عندها، بنلاحظ عليها هشاشة العظام. لهيك بعد الأربعين دائما احنا بنقول ضروري كل يوم ناخذ حبة كالسيوم وناخذ جرعة وقائية فيتامين دي مرة بالأسبوع عيار 10,000، لأنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بنقص الكالسيوم. كمان بنشوف إنه نحن نقص الكالسيوم ممكن يؤدي لمشاكل مثل ما حكينا هشاشة العظام حكينا عليها، تسوس الأسنان، مشاكل بالأسنان، حتى وقت عم تكون بنشوف الأطفال الصغار لما عم ياخذوا كميات كافية من الحليب أو منتجات المحتوية على الكالسيوم بنشوف عم يصير عندهم مشاكل صحية بالعظام، بصير عندهم تقوس، بصير عندهم كساح. كمان موضوع الكساح بدنا نحكي عليه إنه هو مو بس نقص الكالسيوم، نقص فيتامين دي لأنه ما عم يثبت الكالسيوم بالعظام. طيب ذكرتي أضرار نقص الكالسيوم بالجسم، إذا بدنا نروح للنسبة أو الحد الصحيح بجسم الإنسان، قد ايه المفروض تكون نسبة الكالسيوم؟ وفي حال كان في زيادة بهي النسبة شو ممكن تسبب؟ تمام. هلا إذا عم نحكي نحن إذا قصدك تحليل المخبر قديش لازم يكون، هي في عنا نسبة من 8.2 ل 10.2 بيكون طبيعي هون. تمام. وهون حسب بقى القياسات اللي اعتمدتها المخبر بيعطوك إياها، لكن إذا نحكي عن الحد أو المطلوب لحتى أنا أخذ الكالسيوم هذا الجرعة اليومية يعني المقصود فيها هي 1200 ل 1300 ميلي جرام باليوم، لازم أنا أخذ هاي الجرعة لحتى أنا أقي حالي من نقص الكالسيوم. طيب إذا نحكي عن رحلة العلاج، كيف ممكن يكون العلاج؟ نحن كأنه عم نركز على النظام الغذائي يكون متكامل ومتوازن كرمال نحل هاي المشكلة، إمتى ممكن كمان نلجأ للمكملات الغذائية بهذا الموضوع؟ هلا في حال كان عنا نقص شديد بالكالسيوم، في حال عنا مرحلة الحمل والإرضاع، هون قد ما كنت أنا عم باخذ كميات كافية من الكالسيوم لازم ندعم نحن نظامنا الغذائي بمكملات غذائية للكالسيوم، مثل ما قلت لك. وأصلاً عم نشوف هلا بالأسواق إنه هن متوفر الكالسيوم مع المغنيسيوم مع فيتامين دي، عم
يجي علب مكملات غذائيه مع بعضهم. فانا لازم مثل ما حكينا الثلاثه ناخذهم، ومو شرط ناخذهم سوا، يعني انا بيهمني انه يكون مستويات المغنيسيوم والفيتامين دي بالجسم عاليه لحتى تحافظ لي على مستوى جيد من الكالسيوم بالجسم. بس اليوم هدول يعني كرمال ناخذهم نحن بحاجه لاستشاره طبيه، يعني أكيد. اليوم الشائع انه الامراه بعد سن 40 انه خدي لانه انت اجباري هلا بدي يبلش عندك يتراجع العظم والى اخره، هل يعني رغم انه هذا التقدم بالعمر كمان ما انه بحاجه لاستشاره؟ اكيد نحن هون دكتور مختص خاصه نسائيه هو اللي بينصح دائما انه نحن بعد عمر 40 ناخذ كل يوم جرعه كالسيوم. بدنا نحكي كمان موضوع الكالسيوم مو بس مهم شان العظام، مهم شان العضلات، مهم شان الخلايا العصبيه، انتظام ضربات القلب، فهو عم يتعلق بكل شيء بأجهزة الجسم. فنحن ما يروح مثلا دغري بالنا انه انا كالسيوم بس عظام واسنان، لا هو عم يتعلق بكل شيء، بكل الوظائف. تمام، كل وظائف الجسم، لهيك ضروري نحن ناخذ الحد المطلوب من الكالسيوم. تمام، يعني عم تذكري اعراض عديده اليوم ممكن تصيب الشخص ان كان من تساقط الشعر او جفاف بالجلد او الم بالعضلات، ولكن يمكن اكثريتنا ما بيعرف انه ممكن تكون فعلا سبب نقص الكالسيوم. كل قد يمكن نحن لازم نحلل بهذا الموضوع كرمال نعرف في حال عنا زياده او نقصان. هلا ممكن نقول كل 6 شهور او سنويا، يعني ماكسيموم كل سنه، اقل شيء لازم كل 6 شهور، يعني اقل من 6 شهور اذا انا شخص ما عم بعاني من اي اعراض فممكن كل 6 شهور لسنه انا اعمل تحاليل دوريه. مثل ما قلت لك يعني دائما النصيحه انه احنا ما نعتمد على الاعراض العامه وروح انا اخذ، يعني انا والله عم يصير معي هيك، فبتلاقي روحي خذي هيك، هي النصائح العامه. ممكن ما في غير هي اللي احنا عم ننصح فيها على فيتامين دي، لكن عم نحكي انه احنا كلياتنا معرضين يصير في عنا نقص فيتامين دي ممكن، بس هون بقى بتختلف الجرعه اللي عم تاخذيها. انا حرام اخذ جرعات عاليه طول ما انا ما عندي تحليل وعرفانه قديش النقص لحتى انا اعرف شو الجرعه المطلوبه لهذا التحليل. طيب حضرتك الاعراض اللي ذكرتيهم بنقص الكالسيوم بالجسم هل اليوم بتشابهوا ايضا مع نقص فيتامين اخر، يعني ان كان بالشعر نحن دغري بنروح لناقص الحديد عندنا يعني عم بهر شعري، اليوم فينا نميز بين الفروقات بين الاعراض او لا؟ هلا صعب كثير نميز، مثل ما قلت لك بيشبهوا بعض كثير، يعني احنا بس نقول للشخص وهن وتعب عام، اصفرار بالوش، تساقط بالشعر، ممكن دغري نقول يا اما فقر دم يا اما نقول نقص فيتامين دي. كمان ممكن كالسيوم، فعم يتشابهوا باكثر من حاله. بدنا نحكي عن موضوع كمان نحن كل شيء زاد عن حده ونقص، بنخاف نحن من نقص العناصر زيادة الغذائيه، كمان لازم نخاف نحن من زيادتها، لانه كمان وقت بتزيد عن حدها فهي بتعمل مشاكل صحيه عديده بالجسم، ممكن تاثر على بعض الادويه اللي انا عم بتناولها. ممكن اشخاص حتى اللي عندهم مشاكل بالغده الدرقيه او جارات الدرق ممكن كمان يكون عندهم زياده مستوى الكالسيوم، فبدي انتبه للمشاكل الصحيه اللي عندي اياها وبدي اخذ انا مكملات غذائيه. تمام، يمكن في ناس بتقول لك انه في حال صار معنا نقص بالكالسيوم بتقول لك عادي مشكله ممكن تمر بعد فتره معينه، طبيعه النظام الغذائي اللي نحن فيه. طيب نحن في حال اهملنا حالتنا الصحيه وفعلا يمكن سكننا على هذا الموضوع لفتره معينه، شو هي المضاعفات او الاثار الجانبيه والسلبيه اللي ممكن تصير لصحتي؟ هي المشكله كل ما لها بتنقص اكثر، اذا انا ماني محافظ على نظام غذائي صحي ما عم باخذ مكملاتي الغذائيه فهو النقص كل ما له عم ينقص اكثر. هذا الموضوع اللي بياثر سلبا مع المستقبل على الكثافة العظمية، لأنه كثير الكالسيوم أكيد بدرجة أولى له علاقة بالكثافة العظمية، لهيك بنشوف نحن خاصة النساء إنه بعد ما تجيب أولاد بعد الأربعين بنشوف صار عندها هشاشة عظام، أي مثلا إذا سلتت لا دغري بينكسر الشخص إيده أو رجله، لأنه هون ما عندي كثافة عظمية، ما عندي مستويات جيدة من فيتامينات وخاصة دال والعناصر الغذائية كالسيوم ومغنيسيوم. طيب في حال يعني اللجوء لأخذ المتممات الغذائية الكالسيوم اليوم شو هي الطريقة الصح يعني أخذ هي الجرعة؟ يعني يفضل دائما ناخذها مع وجبه غذائيه، ما في يعني ما في دائما تحديد فطور او غداء او عشاء، وحتى لو اخذناها نحن مع غير بدون وجبات رح نستفاد منها، بس يفضل دائما ناخذها مع وجبات غذائيه مشان موضوع اذا حدا بتسبب له الام بالمعده. هي بحد ذاتها ما بتسبب، بس في اشخاص بيكون عندهم حساسيه بمعدتهم فدائما بنقول لهم خذوها بعد الوجبه الغذائيه او مع الوجبه الغذائيه.
كمان يمكن في كثير من الصبايا والسيدات بتلجأ للدايت والحميات القاسية اليوم، ممكن تأثر سلبا وفعلا تسبب لنا نقص بالكالسيوم؟ المشكلة الحميات القاسية عم تسبب كالسيوم، عم تسبب بجميع العناصر الغذائية. وللحقيقة نحن بعد تجربة 4-5 سنوات خبرة بالحميات الغذائية، حتى شخص وطعم نعطيه نحن بالحمية الغذائية جميع أنواع الأطعمة وما عم نحرمه من شيء، هو عم يتعرض لنقص فيتامينات ومعادن. لهيك بعد فترة من الحمية لازم ياخذوا مكملات غذائية متكاملة لنحن نقي حالنا من نقص جميع العناصر الغذائية. طيب إذا بنرجع شوي هيك للأم وفترة الحمل، يعني اليوم خاصة الإمرأة الحامل، يعني نحن بنعرف إنه النصيب الأكبر عم بيروح للجنين، كان بالكالسيوم بالحديد بالفيتامينات بشكل عام. اليوم كيف قادر اليوم الإمرأة اليوم عم تفكر بالحمل أو الحامل تعطي نفسها النسبة الطبيعية من الكالسيوم؟ هلا موضوع الحمل دائما نحكي على تخطيط نحن للحمل بجميع المجالات، يعني مجال الوزن أول شيء دائما نحن بننصح إنه نحن قبل ما تخططي للحمل لازم تنزلي وزنك، لأنه حيصير في عندي زيادة فوق الطبيعية بالحمل. كرمال إذا عندي زيادة وزن ما يصير بالسمنة نحن بالحمل ولا مضاعفات على موضوع الحمل. موضوع فيتامينات والمعادن لازم أنا أكون كمان محللة قبل، في حال نحن هون كنا عم نخطط للحمل نحن نحلل نصلح مستويات النقص عندي بالعناصر الغذائية كرمال نتمتع بمرحلة حمل آمنة ما تأثر علينا أو على الجنين. هلا عموما الجنين ما رح يتأثر، الشخص أو الإمرأة نفسها هي اللي رح تفقد هاي مستويات العناصر، رح تأثر عليها ورح تعاني بفترة الحمل 9 شهور من هاي المشاكل الصحية. تمام. طيب خبرينا اليوم شو في أخطاء شائعة بموضوع نقص الكالسيوم بتلاقي يمكن كتير من الناس ممكن ترتكب هي الأخطاء وفعلا يصير في عندها نقص؟ موضوع زيادة عن ذات الحد، بنشوف نحن شخص بجميع العناصر الغذائية أنه بيبالغوا بكميات اللي عم يتناولوا منها، يعني مثلا أنا ببالغ بشرب الحليب كرمال موضوع الكالسيوم، مثل ما حكينا كل شيء زاد عن حد ونقص، فأنا المبالغة بهذا الموضوع رح يأثر سلبا علي، غير أنه أنا يرفع لي ممكن أنه إذا حليب كامل الدسم كان ممكن يرفع لي الكوليسترول، ممكن يعطيني زيادة بالوزن. فدائما نحن نحكي الاعتدال، الاعتدال بكل شيء. وفي حال أنا فعلا من الأشخاص الموسوسين أو خايف على حالي وحابب أعرف إذا عندي نقص بالفيتامينات، أنا بناء على التحليل شوف إذا عندي نقص بمعدن معين أو فيتامين معين، وعلى أساس أنا بزيد الجرعة المحددة من هذا العنصر الغذائي. طيب خلينا نرجع لتأسيس الطفل. اليوم أنا طفلي كيف قادرة أحميه من هذا النقص وأسس الكالسيوم بجسمه بشكل صحيح كرمال يكبر ويكون عنده النسبة طبيعية؟ يعني نحن نشوف أطفال أنه بيقولوا أنه ما كان عنده نقص تغذية بالطفولة سببت لهم مشاكل فيما بعد. هلا نحن السنة سنة ونص لازم يكون معتمدين على حليب الأم بالإرضاع، في حال نحن صار الفطام عنا على السنة أو سنة وبعد السنة، فلازم أنا أحافظ على 2-3 حصص من الحليب يوميا. يعني أنا حتى لو الأم فطمت هذا الولادة عن الحليب الطبيعي لازم ضل، حتى لو صرت طعمي كل شيء أنا لازم حافظ له على حصص الكالسيوم من الحليب. بنشوف دائما الولد بس انفطم من حليب الحليب الطبيعي بطل يشرب حليب، خلاص اتجه بس للأكل. فلازم هون أنا، وفي ناس بتقول لك لا أنا بشربه لبن، كمية الكالسيوم بالحليب أكبر من اللبن، فأنا لازم حافظه على حصص الكالسيوم الموجودة. ما بيعود اليوم اللبن؟ بيعود، بس مثل ما حكينا احنا عم نعتمد قديش في هي الأطعمة قديش فيها نسبة كالسيوم أعلى، فهيك بنتجه نحن على نسبة الكالسيوم الأعلى الموجودة فيها. فشرب حصص الحليب من 2-3 بعد عمر السنة. ومثل ما حكينا على جرعات فيتامين دي، طبعا هذا عند دكتور الأطفال هو مختص بهذا الموضوع، لازم نشوف إذا موضوع عنده تقوس برجليه لازم ياخذ جرعات تحت إشراف طبي طبعا من فيتامين دي كرمال موضوع تقوس الرجلين. وبدي أحكي موضوع فيتامين دي لحتى أنا استفاد كمان من فيتامين دي، لازم يكون نحن عنا الكيتو مستوياته منيحة أو تكون الجرعة من فيتامين دي متعددة. طيب من الأطفال خلينا نحكي عن طلاب الشهادات الثانوية. اليوم كلنا بنعرف أنه النظام الغذائي يلعب دور كتير كبير بالتركيز عند الطلاب، في حال كان عندهم نقص بالكالسيوم كيف ممكن نعوض هذا النقص؟ كيف ممكن يتبعوا نظام غذائي جيد كرمال ما يأثر على دراستهم؟ شو هي ممكن نعطيهم خطة معينة غذائية؟ خلينا نحكي إذا عن موضوع الشهادات والدراسة، خلينا نحكي عن الأوميجا 3 ثم الأوميجا 3، يعني هذا الموضوع كتير له علاقة بسرعة البديهة، التذكر، الحفظ
حفظ خلينا نقول اوميجا 3 اكثر من الكالسيوم. الكالسيوم مثل ما قلت لك هي حصيله ايام حصيله اسابيع واشهر حتى انا ارفع هي النسبه، لكن اوميجا 3 نحن فينا ناخذها، فينا ناخذها من البذور مثل ما حكينا، فينا ناخذها كمان مكملات غذائيه، فينا ناخذها من التونه، من الاسماك، من الجوز، من اللوز، من البذور. فضروري في حال توفر عنا بالبيت يعني ناخذ حفنه من المكسرات صباحا مع تمر، دائما مرافقه التمر مع الجوز او اللوز او المكسرات النيه بتخفف من رفعه سكر الدم بشكل سريع، وبتعطي طاقه لهذا الشاب او الصبيه اللي رايحين يقدموا فحص. واكيد مثل ما متعودين احنا وصغار قبل ما نروح على الفحص شرب كاسه حليب لانه هي مفيده وغنيه بالعناصر الغذائيه. بتنيم بس اذا كانت سخنه. نصائح اخيره لو سمحتي بشكل سريع. اهم نقطه انه احنا مثل ما حكينا ما نهمل حالنا، في حال عندنا اي نقص او اعراض لاي فيتامين معين راجع طبيب مختص الاخصائي لحتى نحن نتفادى النقص الزايد بهذا الموضوع، والاعتدال دائما بتناول اي اطعمه وضرب الف خير. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير عنان لكل المعلومات الطبيه اللي قدمتيها لليوم، واكيد بالصحه والسلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لحضورك ولكل شيء ذكرتي، وكونوا نحن على ابواب التكمليه كثروا الاوميجا 3 يعني كرمال هيك تكونوا بذاكره جيده. شكرا لحضرتك. نحن وصلنا لنهايه صباحنا لليوم هايدي، شكرا لك. شكرا اكيد. شكرا للكادر الفني اللي رافقنا بصباحنا لليوم. لقونا بكره بنفس الموعد. بقيت نهار حلو لكم، يحمل كل شيء بتحبوا بحياتكم، ويا رب جبران الخاطر، وهيك نعيش ايام حلوه. كونوا بخير. باي باي. اكيد بقيه نهار حلو لكم مشاهدينا، تقضوا برفقه كل اللي بتحبون. لا تنسوا تابعونا بكره بنفس التوقيت بفقرات جديده وضيوف جدد. ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير. باي باي.